عقد نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شراكة مع شركة ويلز تاورز واتسون للسنة الثانية على التوالي بهدف التعرف على كفاءات ومهارات المنضمين الجدد للتنسيقية كخطوة هامة وأساسية من برنامج تأهيل وتدريب الأعضاء الجدد. تهدف الشراكة إلى قياس الكفاءات عبر استبيان يعتمد على منهجية علمية لقياس الشخصية ورسم سماتها والقدرة على القيادة والتصرف السليم ومهارات التواصل والتفكير النقدي وغيرها من الكفاءات الهامة للكوادر السياسية للوقوف على نقاط قوتهم ونقاط التنمية لتستمر عملية التدريب والتطوير بشكل أكثر تفصيلا بناء على نتائج للتقييم.